مشاهدينا اهلا بحضراتكم من جديد. تجديد حبس البلوجر هدير عاطف لاتهامها بالنصب على المواطنين وترويج للعمله، ده كان قرار المحكمه في قضيه البلوجر الشهير هدير عاطف واللي اثارت حاله كبيره من الجدل على السوشيال ميديا. فهي اخر تطورات هذه القضيه وهل تم تجديد الحبس؟ كل الاسئله دي سنجيب عنها من خلال تخطيطنا. البلوجر هدير عاطف تصدرت الترند من فتره بسبب اتهامها بالنصب على المواطنين في ملايين الجنيهات وتزوير العمله. وقضت بالفعل البلوجر حوالي 240 يوم في السجن وتنتقل بين جدران محكمة جنايات القاهرة الجديدة وبين محكمة القاهرة الاقتصادية. وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس البلوجر لاتهامها بالنصب على المواطنين وترويج العملة لمدة 45 يوم على ذمة التحيات. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قامت في الساعات الأولى من صباح يوم 11 سبتمبر بإلقاء القبض على البلوجر هدير عاطف بسبب اتهامها بالنصب على المواطنين زي ما قلنا لحضراتكم. وتقدم حوالي 16 مواطن ببلاغ ضد هدير عاطف وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات هذه الاتهامات وهي قيام بلوجر الأزياء وزوجها ولو معلومات جنائية وشقيقه وزوجها بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بعد إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات منها السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بزعم استثمارها ليهم مقابل أرباح مالية وقيام هدير بالترويج عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعي. تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة ومواجهتهم اعترفوا انهم خدوا اموال فعلا من المجني عليهم ووصلت لمليون جنيه بحجة استثمارها ليهم مقابل ارباح، الا انهم لم يقوموا بذلك او لم يقوموا حتى برد اصل المبلغ وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتم ايضا تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب. كشفت التحريات الأولية أن هدير عاطف متهمة بالنصب على المواطنين تم ضبطها بعد انتشار أخبار كاذبة من قبل مجهولين عن اختطافها تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشرت أيضا شقيقة البلوجر على صفحتها الشخصية انستجرام مقطع فيديو لوالدتها وهي بتصرخ بعد اختفاء بنتها وقالت والدة هدير عاطف في مقطع الفيديو أنها فوجئت الساعة 7 الصبح ببلطجية قاموا بكسر باب الشقة وسرقوا ذهب بنتها وحفيدتها وفلوسها اللي كانت بتعيش عليها وخدوها لحد ما يظهر طليقها. تفاعل طبعا عدد كبير من رواد السوشيال ميديا على الفيديو وتعاطفوا بشكل كبير مع والدتها وفي يوم 28 ديسمبر قررت جهات التحقيق منع البلوجر هدير عاطف من التصرف في اموالها لاتهامها واخرين بالنصب على المواطنين. وبالرجوع لبدايه القصه كانت النيابه العامه قد تلقت محضر من الاداره العامه لمكافحه جرائم الاموال العامه تتضمن شكوى 10 اشخاص من المتهمين هدير عاطف وهاجر محمود وتامر عادل وبلال محمود لاستيلائهم على اموالهم بدعوى استثمارهم في تجاره السيارات وايضا العقارات وتداول الاوراق الماليه بالبورصه، كل ده مقابل وعدهم بتقديم ارباح ليهم وده بعد ايهامهم بامتلاكهم مجموعه شركات تعمل في مجالات مختلفه من خلال تواصلهم معاهم عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي. ثم التقوا بهم عدة مرات وأبرموا عقود معاهم على استثمار أموالهم وأنهم لم يقدموا تلك الأرباح إليهم ولم يردوا حتى أموالهم إليهم أو أصل المبلغ. وتوصلت التحريات إلى صحة ما جاء في تلك البلاغات وأن المتهم هدير عاطف قد استغلت متابعة الكثيرين ليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدعوتهم لتلقي أموالهم وأيضا استثمارها، طبعا فضلا عن اتخاذهم عقار بأحد التجمعات السكنية بالتجمع الخامس مقر للشركة الموهومة التي ادعوا وجودها زي ما قلنا لحضراتكم. استمعت النيابة العامة لشهادة العديد من المجني عليهم والذين توترت أقوالهم على إعلان المتهمين هدير عاطف وبلال فاروق عبر حسابات ليهم بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهم وإدارتهم وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات ودعوت الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار إليهم خلال فترة دورية محددة وأنهم لذلك التقوا بهم في مقر التجمع الخامس وأبرموا معهم عقود اتفاق فيها على ذلك وقع عليها المتهم بلال فاروق وتلقوا منهم أموالهم ثم ما طلوهم في تقديم الأرباح حتى امتنعوا عن الرد عليهم أو حتى التواصل معهم فأبلغوا عنهم وتقدم الشهود العقود في التحيات وقدم محامي البلوجر هدير طلب إلى جهات التحقيق بإخلال سبيل موكلته على ذمة التحيات التي بتجري معها اتهامها بتداول عملات وتوظيف أموال وإنشاء شركة بدون ترخيص وقررت جهة التحقيق رفض طلب محامي هدير عاطف وتجديد حبس المتهمة 45 يوم على ذمة التحيات. كمان قررت النيابة منع المتهمة من التصرف في أموالها. في النهاية سيظل التساؤل المهم، إلى متى سيظل فيروس الانفلونسرز والبلوجرز ينتشر في عقول أبنائنا ويتغذى على عقولهم ويخليهم خاويين لا توجد لديهم أهداف أو حتى طموحات أو عقائد أو حتى معتقدات؟
نأمل في الحل ولئن نجده سنظل نسعى لتربية أبنائنا خير تربية حتى نحميهم من شرور تلك الآفات العقلية والمجتمعية. مشاهدينا، إلى هنا تنتهي تغطيتنا. لمزيد من المتابعات والتغطيات زوروا موقع صدى بلد الإخباري. بنشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.